متابعين حساب الناقد الفني الكرام، مساء الخير عليكم. ضيفتنا اليوم في أفخم معارض الدولة، معرض مرابع في مدينة العين، الفنانة والإعلامية شيلاء سبت. يا مرحبا فيك حبيبتي. يا مرحبا فيك ومشكورة على التحية الجميلة منك. أول سؤال قبل أي شيء، ليش تحطين نظارة كبيرة؟ كل المتابعين يسألون. المتابعين ليش يسألون إن أنا ليش ألبس نظارات كبيرة؟ كل إنسان له ستايل الخاص، له شيء هو يحبه يرتاح فيه، يشوف إنه أحلى عليه. أنا أحب النظارات الكبيرة، أحس حلوة علي. بعدين يعني أدري وايد أقرأ ساعات باد كومنتس يكتبون، يعني قاعدون يكتبون. الحمد لله عندي عيون جميلة. شو النظارة؟ طيب ايوه شو النظارة. والحمد لله يعني ما في شيء اخشه ولا شيء، بس انا احب النظارات الكبيرة. كل واحد له ستايله الخاص، كل واحد عنده شيء يحبه. لو تعلقون من اليوم لعشر سنوات قدام تقولون لي اللي تقولونه، بتم البس نظارات كبيرة. مثل ما يقولون لي عدسات، احب العدسات بس اليوم مو لابسه عدسات. رموش، احب الرموش بس اليوم لابسه رموش. يعني خلاص قفلت عليكم. قفلت، اسوي اللي انا يعجبني مو اللي يعجبكم. انا جيتكم قلت لكم لا تلبسون لا تسوون لا تسوون، ما تدخلت فيكم. حي تدخل انتم تبون تشوفون انا شنو البس شنو اسوي، ولا تبون تشوفون الشيء اللي انا اقدمه؟ نعم صحيح. انا فنانه، اطلع لكم بصوره فنانه، مو قاعد اطلع لكم انا فاشينيستا انتقدوا لبسي انتقدوا شكلي. لا، هذا لوكي الخاص، انا البس اللي يعجبني مو اللي يعجب الناس. بالنسبه للفاشينيستا شو رايك فيهم؟ بالعكس هم يقدمون شيء، يعني هم يلبس مثلا هم يقدمون ميك اب يعني مفروض انه يعجب فئه كبيره من الناس عشان يشوفونه. مثلا الفاشن تكون ملمه بالفاشن، تلبس لبس اللي مع الموضه وتروي الناس شنو الموضه الجديده وكذي، والناس تمشي على عليهم. انا مو كذي، انا عندي شيء اسمه شيء لاسبت بس شنو هي تحب تلبس. ان شاء الله البس اخضر ازرق احمر اللي البسه، المهم يعجبني انا مرتاحه فيه ما مستانسه فيه، خلاص هذا المهم. انت دومتي سريعه. انا دوم سريعه في كل شيء، كل شيء سريع. صدق والله؟ ايه اللقاء بسرعه. اي انا كذي دائما متسرعه وايد، متسرعه وايد سريعه، ودائما اقول اللي إيه في مخي اول بدون ما اني اكون شيء. هذا يسمونه يعني يقولون لي من حسن النية. نعم. ان انا ما اخطط اصلا او افكر شنو بسوي او اي شيء في مخي اقوله وبسرعه بسرعه اسوي اي تصرف اسوي بسرعه بدون ما افكر. طيب. يلا هذا من شو اسمه. في موضوع وايد مهم اليوم، تعرفين مشاهير يوم يشوفون التعليقات سلبيه ضدهم يقولون لا نحن ما نبغي اللقاء، احذفوا اللقاء، الغوا اللقاء الى اخره. شو بتقولين؟ وايد مشاهير اليوم تشوفين. اوكي اللقاء ما له شغل بتعليقات الناس، لان تعليقات الناس يعني مثلا الحين طول ما ان انا اللي قاعد يقابلني انسان محترم معي ما مس اي شيء يجرحني او يقثني او كذي. مو مو باللي يسوي اللقاء، انا اتكلم عن التعليقات اللي على التعليقات اللي على اللقاء. شوفي هم الناس دائما على بالهم ان هم لهم الحق يتكلمون باي شيء يبونه. لا، مالكم الحق تتكلمون بكل شيء تبونه. احنا مو طالعين. انتوا اذا انتوا بيئة مالتكم مو مسموح لكم تسوون اللي احنا نسويه وانتوا تتمنون البعض، مو الكل، البعض تتمنونكم تصيرون نفسنا وما تقدرون، مو معناته ان لكم الحق انكم تسبونا. لا، ما حد له حق يسبنا. نفس ما احنا نحترمكم وما نغلط عليكم، انتوا لازم ومجبورين انكم تحترمونا دام احنا نحترمكم. متأذين كلنا متأذين. مشكلة تعرفين شو نقول؟ انا قمت اطنش، قاعد اقول ناس عقلهم صغير ومتخلفين، لو كان عندهم ثقافة وعلم ونضج وهم تربية ما كتبوا التعليقات اللي كتبونها، ما دخلوا بأعراض الناس وبشرف الناس وبكلام يمس الناس. الفيديوهات اللي سووها عنك وعن صالح الراشد نوجه له تحية. اي تحية صالح. شو بتقولين؟ صالح أخوي من عمر يعني، وهو أخو وصديق. يعني أنا أحب الناس لنا إحنا الاثنين كثنائي طلعنا ب3S ان شاء الله بعد مستمر بالسنوات الجايه برمضان باذن الله، لان وايد حبونا الناس وحبونا لان عفويين، ما في تصنع ما في شيء، يحبون الناس الشخصيه العفويه او اللي هي نفس ما هي. فانا مستانسه من نجاح البرنامج وايد، ومستانسه من حب الناس. اما الناس السلبيين يعني بقطاف. مشاركتك في معرض مرابع العين اللي هو من أفخم معارض الدولة، شو بيضيف لشيلاء سبت؟
طبعا معرض مرابع كان معرض وايد حلو، خصوصا انه في مشاركات من كل الخليج، وشفت الفاشن شو، فاشن شو راقي وحلو، وانا عرضت عبات الذهب اللي كانت اغلى عبايه قيمتها 45,000. بصراحه انا احب اشجع وادعم البنات اللي قاعدين يسوون شغل هاند ميد، يعني هم قاعدين يسوون أشياء بإيدهم أو سواء بمصانع أو أيا كان، بس يعني قاعدين يسوون شغل، قاعدين يطلعون شيء حلو. الواحد يشتغل ويتعب ويسوي أحلامه وكل شيء بنفسه، فأنا يعني I'm proud إن أنا قاعد أشوف شابات إماراتيات أو خليجيات قاعدين يسوون شيء كبير مثل هذا، وتمنياتي لهم بكل توفيق، وإن شاء الله يا رب الجميع يحقق أحلامه والشيء اللي يحبه. آمين آمين يا رب. شيلاء، منو تشوفين اليوم في الساحة الفنية أقوى ممثلة بحرينية؟ شيلاء سبت. بعد شيلاء سبت. شيلاء سبت. طيب خلاص، بس غرور. مو غرور، بس ما بيعرف. لا أعطيني اسم جد بعد شيلاء. أنت اليوم إذا تشوفين مسلسل حق منو بتشوفين؟ منو فنانة بحرينية؟ كل البحرينيات فيهم الخير وبركة، ما أبي أقول اسم واحدة بس. أنا أحب، لا ما أبي أقول اسم واحدة، يعني طبعا خواتي، خواتي يعني كل واحدة لها تاريخ فني جميل، فنانة زهرة عرفات، هيفاء حسين، فاطمة عبد الرحيم، ما أبي أنسى أحد، والكبار سعاد ولطيفة المجرن، يعني مع حفظ الألقاب طبعا ما راح أذكر اسم واحد عشان ما يروح عن بالي، في أسماء ممكن تكون قريبة جدا مني، بس تعرفين حزة السرعة الواحد تروح من باله بعض الأسماء، لكن كلهم ما شاء الله عليهم البحر. أنا أحب بنات ديرتي ودائما أشوفهم إن أهم أفضل ناس، وأتمنى لهم كل التوفيق، ويا رب إن شاء الله أشوفهم من أعلى لأعلى. آمين يا رب. خبر حصري للناقد الفني. خبر حصري؟ ما عندي خبر حصري. خبر حصري شنو؟ إحنا مستمرين ببرنامجنا إن شاء الله السنة الجاية، يمكن احتمال بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. وأعمالك الجديدة؟ في إن شاء الله أكثر من اتفاق، بس للحين لأن الحين فترة صيف، يعني الناس كلها مسافرة، دائما نبتدي شغل في شهر 9، وعندي مسرحية The King بعيد الأضحى بالكويت. طيب مثلتي وقدمتي برنامج، وين تشوفين نفسك؟ في كل مكان. صدق. أشوف نفسي بالفن. بالفن. يعني بس أنت يعني ميال أكثر للفن. بالفن. الفن. الفن كل جميع أنواع الفن، كل شيء فن أنا موجودة فيه. تكتبين؟ حتى الرياضة. لا أكتب لا. تمثيل، تقديم. معني ما أغني بس بعد أشوف نفسي في الغناء، لا أتغشم. كل شيء كل شيء كل شيء كل مكان كل شيء فن أنا موجودة. أنا منصدمة في السرعة اللي عندك ما شاء الله. سريعة. 2018 سنة حافلة في الزواجات، ممكن نشوف شيء لا سبت عروس 2018 أو 19؟ متزوجة الفن. أنا متزوجة الفن. شوف الزواج، شوف وايد ناس على بالهم ان انا شي مشفوقه وميته بتزوج، لا انا ما ابي اتزوج. شوفي انا وايد وايد عرض علي، وايد انعرضت علي زواجات ما ادري يسمونها، المهم بس انا ما مو مستعده اني اترك كل النجاح اللي سويته وكل شيء انا تعبت فيه على نفسي وصلت لليوم علشان ريل، لان الريل صدق ما راح احد كل شيء عشان ريل، يعني سوري انا ما اقول ما قاعد اخرب البنات او فكر البنات، بالعكس سووا كل شيء عشان رايلكم، بس انا ما بسوي شيء عشان رايل. تعرضتي للخيانه في ريال ما يخون؟ لا في عرفنا السر يعني في 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 الصراحه، بس انا ما القاهم. شيلاء شلي النظاره شوي، عندي سؤال. ليش دوم تصيحين في اللقاءات؟ ما في لقاء تسوي إلا لازم تصيحين. الحين أنت موجودة في الإمارات، مشتاقة لأهلك؟ رايحت لهم ما بصيح، الحين رايح المطار بروح لهم، ما راح أبكي خلاص، رايحت لهم. ما راح تبكيني لأن رايحت لهم الحين، فلا دائما تصيحين. لا أصيح. يقولون إيش يقولون عنك؟ البكاية. مدمعة البكاية، لأن شوفي الفنان إحساس، يعني اللي عنده داخله إحساس وايد. شوفي انتي انا وايد عندي احساس الحمد لله، واحب اهلي وايد، فيعني ما ادري ما يعني ما احب اتحكى، لان الكلام
كثر ما أقوله ما راح يوفي حقهم، يعني ما راح يوفي حقهم ولا راح يبين قلاهم بقلبش كثر. فمرات أبكي لأن أحس يعني ودي أقول كلام وايد بس مو عارفة شنو أقول، ومرات أبكي من كثر الاشتياق، مرات أبكي من الفرحة، مرات يعني كل تعابيري أنا بكي بكي بكي. بس الحين ما راح أبكي لأن رايحة البحرين إن شاء الله وبشوف أهلي، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. دائما أسألك عن التجميل، أنا ليش شلت النظارة؟ أنا اللي مبين علي اللي أنا أقوله، ليش في الفوتوشوت يمكن يبين إن مسوية خدود وكذا؟ الفوتوشوت يبين كل شيء مسوية، بس أنا مسوية شيء واحد، مسوية بس شفايفي وطاقة بوتكس حق حواجبي رفعتهم فوق. لا أنفي طبيعي. ها ها دائما أنت حين قاعدة يمي دائما اللي مسوي تجميل تشوفين هني خيوط، ها تشوفين هني مو مسوية شيء، مو مسوية شيء. ها خشمي صجي، وبعدين خشمي كلش مو يعني اجمل خشم في الدنيا او خشم مرتب وحلو، ترى مكسور المشاهد. اي خشمي مقشوش بالكاميرا، ترى انتم تشوفوا اكو اختي تتصل لي. كلمه انت حابه تقوليها اليوم؟ كلمه حابه اقولها دع الخلق للخالق. ما لي شغل، ما لي شغل. اليوم احب اقول ان اروح وارجع بالسلامه، وشوف اهلي بخير وصحه، والخليج كله بامن وامان يا رب. وبس احبكم وايد، مستانسه اني اليوم شفتك وسويت معك لقاء، وان شاء الله متى بنشوفك قريب؟ ان شاء الله باذن الله تشوفوني قريب في وايد اشياء، في اعمال جديده ان شاء الله قادمه. وانا بعد وايد مستانسه اني سويت معك اللقاء ومشكوره وايد. ويا جماعه كتبوا تعليقات محترمه الله يخليكم، لان التعليق اللي يمثل صاحب شو اسمه. انت سبيتني يعني انت كذي، مو يعني انا، والله صدقني مو انا، هذا انت تقصد نفسك تقصد صح ولا لا؟ الفنانة شلياء سبت، شكرا لك.